الجزء الثاني من محور الملف المطلبي الموحد لشغيل التعليم وسبيلنا للنصر. ختمنا الجزء الأول بالقول بأن الملف المطلبي الموحد لشغيل التعليم هو ملف غير مفصول على ملف شغيلة الوظيفة العمومية ومطالب عمال وعاملات المغرب القطاع الخاص، ولهذا اقترحنا ضرورة التهيئ الجماعي لإضراب عام متجدد يشمل قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع الخاص للرد على التعديات المعممة على جميع الجبهات، ويكون الغاية ديالو الإسقاط ديال المخططات الطبقية المتمثلة في مخطط التقاعد والتعاقد والمخطط ديال تكبيل ديال الإضراب، وأيضا مخطط ديال تكريس المرونة ديال الشغل، ومخططات متعلقة بالخصوصة وضرب الحريات النقابية. السبيل في اعتقادنا لإنجاح إضراب من هذا النوع والسبيل لنصرة شغيلة التعليم وشغيلة المغرب لن يكون في اعتقادنا كتيار المناضلة إلا أولا عبر تضافر الجهود من أجل واحد تنظيم نقابي مكافح، تنظيم اللي يقطع مع الشراكة مع الرأسمال ويقطع مع سياسة السلم الاجتماعي المتحكمة في الحركة النقابية اليوم في المغرب. ولهذا ندعو إلى إعادة بناء النقابة على أسس ديمقراطية، على أسس مناهضة الرأسمالية، على أسس مناهضة كل أشكال وآلية استغلال العمال والتوظيف ديال النضالات ديالهم لأغراض غير عمالية ولا لأغراض قوى غير عمالية المهيمنة على الأجهزة النقابية المتبقرصة اليوم في المغرب. يلزم النضال من أجل منظمة نقابية ديمقراطية يسيرها الأجراء أنفسهم عبر الجماعات العامة كاملة السيادة، وجميع الأجهزة تكون منتخبة وقابلة للعزل مع ضمان التمثيل النسبي المختلف وجهات النظر النقابية. يلزم أيضا العمل على أن تكون المحطات النضالية مسيرة من تحت يعني وذاتيا من قبل الشغيلة عبر اللجان المنتخبة، وبوجه التعددية النقابية القائمة اليوم تندفع على وحدة الطبقة العاملة من تحت، واحد الوحدة اللي تبنى في خضم المعارف ديال النضال وفي خضم التعبئات. تنعتبر اختيار المناضلة أن النقابة أداة النضال ضرورية جدا، وهي السبيل لتحسين يعني شروط بيع ديال الأجراء القوة ديال العمل ديالهم، ولكن تنعتبرها أيضا هي غير كافية. علاش؟ لأن الاضطهاد الطبقي سيتواصل طالما لم يجري القضاء على العمل المأجور والملكية الخاصة، ولهذا نطرح الضرورة الملحة لبناء حزب ديال الطبقة العاملة من أجل التحرر ديالها، ومن أجل أيضا تحرر من استغلال الرأسمالي وبناء المجتمع الاشتراكي الذي يسيره المنتجون المباشرون والأحرار.